السوبر، منتج جديد أضيف إلى منتجات وقود المركبات قبل أيام. 1000 دينار هو سعر اللتر الواحد، وبأوكتان يبلغ 95%. خطوة تباينت حولها الآراء، أحدهم قال لا فرق بينه وبين المحسن، والثقة بين المواطن والجهات المعنية رخوة، وآخر قال غير ذلك لكنه اشتكى من سعره، فهو لا يناسب بسطاء الحال. المواطن شوية اقتصاديته تعبانة، لازم شوية تقل من المادة مال المحسن، والعادي لازم تقل من يمه، على مود شوية يصير سحب عليه ويصير انتاج عليه، وبنفس الوقت إذا انتاجه نظيف راح يصير عليه لود. والله هو اكو فرق قليل، يعني مو ذاك الفرق عن 650 دينار، بس أنا داخل لي هسه هذا، يعني لابد أن سياراتنا أصلاً تعرف أسعارها غالية وحرامات واحد يكسر بيها. إحنا عراقيين نشك بكل شيء، فيعني هذا الموضوع أكيد راح نشك إنه أكو تلاعب. هو شلون تكون مصداقية بالأمور؟ هسه بأي دولة أو حتى بالشمال من تروح تلقى أكو من ضمن الجهاز ينطيك الأوكتان النقاوة مالته ايش قد؟ 93%، 97%، 80%، 70%، فهذا يكون هو أصلاً يحل كل الشك اللي المفروض يصير بين المواطن وبين الوزارة مال النفط أو بين الحكومات. محطتان في بغداد وواحدة في كل محافظة، وهي التجربة الأولى لمعرفة العرض والطلب. إقبال جيد وحتى من مركبات الأجرة والنقل، كما وأن الجهات المختصة تبين أن نوعية الوقود مفحوصة وحسب الضوابط وبأوكتان عال. طبعاً السكة كل جيدة، ومن خلال التجربة شفنا يعني المواطنين مرة مرتين يعني مثلاً يفولون، ومتابعتنا لها الموضوع هذا يعني كل زين، حتى المبيعات هسه هاي الفترة زايدة من خلال زيارة المحطات. أكو فرق هواية، لأن هذا نسبته من 95 فما فوق نسبة السوبر. تحسين الوقود العادي وتخفيض الأسعار هو ما ركز عليه المواطن، خاصة مما يعانيه من أزمة اقتصادية ومن تضرر أصاب المركبات، إضافة إلى المطالبة بالسيطرة التامة على المحطات لمنع حالات الغش في بعضها. عمار غسان، قناة الرشيد.